يعني ماشي اتفضل. انا كل اللي بس اللي كنت عايز اقوله ان ان المدخل ده كان كنت متصور انك انت هتوجه الملاحظه دي فخاب ظني يعني. اتنين، الدكتور صام حجي الذي هو احد علماء مصر البارزين جدا وله حضور على المستوى العالمي يشرف كل مصري، راح ضحيه جهاز السيد عبد العاطي واخد بالك وساب مصر وترك بلده بكل اسف، وكان يمكن ان يقدم الكثير لمصر على خلفيه موقفه من هذا الجهاز النصبايا حصل له ايه الذي لم يعتذر عنه احد. طلع له دكتور احمد مثلا ثلاثة بعد اذن عليك انا لا اخاف. لا مين اللي هيسيب البلد؟ والله مهما حاولت. ما مين اللي هيسيب البلد؟ انا مش هرد على سعد. والله العظيم ما هرد. ده كلام ما حصلش. وحياه سيادتك انا ما هرد على سعد. ما ترميش كور. اشكرك ان انا قالي عنك وانت بتحكي حياتي يعني. احميني من ربنا. يا جماعه مش هرد. ايوه فين الكلام ده؟ ترمي كورتك باجابتك يا جماعه. ثالثا ردا على سؤال سعادتك، احنا يا استاذ وائل لما بنبقى في قلب الحدث في قلب العصر في قلب اللحظة من الصعب انك انت تثبت ان هناك بالذات تدخل من السلطات بطريقة معينة. يعني احنا مثلا كان في فترة معينة بيتقال دي محاكمات، وخبرك والمحاكمات هي اللي حبست المعارضين السياسيين، ده قضاء خلاص. لكن لما بيمضي سنون طويلة وتيجي بمنظور تاريخي الناس تقيم فترة تاريخية معينة بتقول الفترة دي بتاعت فلان، فلان هنا بقى ما بيبقاش دجوي، ما بيبقاش اسم قاضي ولا اسم ضابط بوليس، بيتقال ايام عبد الناصر اعتقل الاف من الناس. يبقى ان شاء الله يتقال ايام السيسي عفى عن ناس كتير. يا عم بس بالراحه، ايام السيسي اصدر قرارات بالعفو بالخشوع. يا جماعه انا لن والله العظيم مش هقاطعكم، والله العظيم هرد عليك. اتفضل اتفضل. فانا بقول القصه عمرها وانت في اللحظه نفسها ما بتبقى تفاصيل من هذا النوع لا يمكن اثباتها، بس بيبقى بالمنظور العام. انا لو خرجت بره المشهد، لو سعادتك سافرت بره مصر كده وانقطع بيك الاتصال عن الشؤون المصريه بضعه شهور كده وتفاصيلها وبصيت من بعيد، هتاخد انطباعات معينه وهتنسبها للسلطه، مش هتنسبها للقاضي، مش هتقول بقى القاضي فلان عمل او النيابه الفلانيه عملت خلاص. بتبقى الصوره العامه، الصوره العامه يا استاذ وائل وللساده المشاهدين، يعني فيها تضييق على المجال العام خلاص. فيها اعلاميين بارزين لهم جمهور، ما بقولش بالضروره انهم ينالوا اعجاب الاستاذ محمد او ينالوا اعجاب الاستاذ سياده الدول المقراحي، لان انا شخصيا في اعلاميين لا ينالوا اعجابي زي ما سيادتك تفضلت، لكن في اعلاميين ممكن ينالوا اعجاب الراجل الطيب ده الاستاذ شريف. ولا الاعلاميين اين هم؟ الاجابه تركوا بقى حد يقول لي ايه لان اقامته خلصت دي فلانه، دي فلانه مش في الفلانة اللي مش مصرية اللي كانت المنظر من بعيد. المنظر من بعيد بعد اذنك يا استاذ محمد، المنظر من بعيد واضح ودال ان اصوات معينة واخد بالك تم اقصائها بصورة. مين اللي اقصاها؟ بصورة الاجوبة. مين اللي اقصاها؟ ازاي بقى؟ مش لازم علاش الاحزاب بصورة ومين اللي اقصاها؟ صاحب القناة مالك الشيء لا شركة مساهمة مصرية مال الدولة بصورة او باخرى. لا مش بصورة او باخرى، بصورة او لا بأخرى. مش بصورة او باخرى. ماشي بصورة او باخرى. انت تعاقدها ما قالهاش اقامة، قالوا لها اتفضلي بصورة او باخرى بشكل او اخر تم اقصاء هذه الشخصيات، وهذا في اطار الطريقة المجال. انا عايز اقول لسعادتك على حاجة برضو، هل صحيح ان كل الذين القي القبض عليهم وحكموا او خدوا غرامات او كفالات او مشابه يا استاذ وائل، هل كانوا متظاهرين مثلا وتم القاء القبض عليهم في الشوارع؟ انا عندنا شاب في الحزب عنده 25 سنة عامل عملية قلب مفتوح، اتقبض عليه من بيته. يبقى القضاء اللي يفصل فيه على ايه يا استاذ؟ القضاء اللي يفصل فيه اتقبض عليه ليه وفي ايه؟ القضاء اللي يقول احنا مالنا؟ اتقبض عليه ليه وفي ايه؟ اللي عامل القضاء اللي يقول انا مالي؟ قلب مفتوح ونام في بيته، كان بيلعب كوتشينه في البيت وقبضوا عليه. بعد اذن سيادتك يا استاذ وائل. لا ما يتقالش الكلام ده. انا عايز اكمل بس. لا ما يتقالش الكلام ده. بعد اذن سيادتك يا استاذ وائل. خلي الناس تسمع يا سياده اللواء وتشوف. خلي الناس تسمع. ده عايز يدغدغ مشاعر الناس. الناس فاهمه كل الكلام ده. طب ما هو لو الناس فاهمه زعلت. والله الناس فاهمه. اما لو الناس فاهمه صحيح. يا استاذ وائل احميني ربنا يخليك. يا جماعه لو سمحتوا يا جماعه. اتقبض عليه علشان تعليقات على الفيسبوك. تم التحقيق معاه. جريمه اهي. لا هي تعليقات على الفيسبوك ده تبقى جريمه. يعني هيبقى جريمه. الدوله قاعده فاضيه عشان تخش على الفيسبوك تشوف مين كان. ده اللي حصل. يا محمد فين بقى؟ وطلب منه يعني افرج عنه بكفالات وصلت
الى 45,000 جنيه. قضيه اذا لم تخن الذاكره 30 وقضيه 15. طبعا اهله غلابه، الحزب يتحمل ده، فيبقى الحزب الفقير اللي بيلم الفلوس بتضلين من جيوب اعضائه مطالب بانه يدفع حاجه زي كده، ويبقى محروم من ممارسه نشاط لانه قدر، لانه ساهم في دفع حاجه زي كده. مش هقول لك دفع كل المبلغ. طيب السؤال بقى الخطير جدا يا استاذ وائل، سعادتك بتشير الى حاجه خطيره جدا هي ربما التي دفعتك لهذا البرنامج، ودفعت ست اللي هو انه يجي، ودفعت استاذ محمد، وكلنا رغم خلافاتنا في الراي مهتمين بالقضيه دي، اللي هي ايه؟ ان في حاجه اسمها انتخابات الرئاسه، وزي ما قال الاستاذ وائل بالحرف الواحد انا استشهد بكلامه، من مصلحتنا جميعا ان تكون هناك حياه سياسيه تنفع. يقينا يقينا ان من مصلحه البلد ومن مصلحه الرئيس والرئيس نفسه يطلب ان تكون الانتخابات ارجوك انا بريحك يا ست اللي هو انا معاك اهو. السؤال هو اذا كان هذه رغبتنا جميعا، واذا كان الوضع ده احنا يا استاذ وائل مش شايفينه هيحصل من وجهه نظركم، بعد اذن عليك صبر. أيوة مش شايفينه مش هيحصل من وجهه نظرك يا استاذ، يا سياده اللي هو انا لسه يا والله العظيم يمكن لما اكمل تلاقي نفسك بتتفق معايا، بس اصبر عليا. اختلاق المشكله يا استاذ مش يا استاذ محمد ارجوك اتفضل. انا كل اللي بقوله انه واضح الآن وحتى هذه اللحظة. أيوة. لأن لسه هناك وقت برضو لتطورات كبيرة قد تحدث، وفي السياسة ممكن يحصل تغييرات في لحظات، محدش كان شايف 25 يناير قبلها بشهور ولا حاجة يعني. بس الشعب بقى شايف دلوقتي، بس فضل. بعد إذنك ففي تطورات ممكن تحصل في انتخابات الرئاسة، لكن جوهر الموضوع إن إحنا دلوقتي أي مراقب حصيف محايد شايف إنه يكاد يكون في فراغ سياسي، يكاد يكون في فراغ سياسي، يكاد يكون مفيش أجواء الانتخابات تنافسيه قويه، بينما مثلا انتخابات المحليه والسياسه في انتخابات 2012 طيب. واخد بالك كان هناك اجواء يعني واحساس بان هناك انتخابات تنافسيه قويه، يعني كان في ما خلينا برضه استاذ ما انا بقول لك بس قبل ما اطلع فاصل.